أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي حديث الصحافة الذي نستعرض فيه عناوين الصحف والمواقع الإخبارية ومقالات الرأي والتحليل ومنشورات الصحافة الجديدة. والبداية من المواقع الإخبارية المحلية. التعاون الخليجي، إدانة مجلس الأمن لإرهاب الحوثي يؤكد أهمية تنيلها لأزمة افتعلها الانقلاب. مستشار رئيس الإمارات الحوثي لم يلتزم يوما باتفاق وإعادة تصنيفه إرهابي ضرورة. المختطف نصر السلامي صورة من صور الطغيان الحوثي وخذلان المجتمع الدولي. قوات الجيش والمقاومة تكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة جنوبي مأرب. ناطق التحالف، الادعاءات التي تبنتها ميليشيا الحوثي حول استهداف سجن في صعدة غير صحيحة. خزان صافر النفطي، القنبلة الموقوتة التي يمسك الحوثيون بفتيل تفجيرها في البحر الأحمر. الحرب تقطع شرايين الحياة بين محافظات اليمن. أبطال الجيش يواصلون التنكيل بالميليشيات الحوثية جنوب مأرب. الحوثي يعتقل 10 ضباط في صنعاء بتهم تقديمهم للإحداثيات. منظمة دولية مقتل 17 طفلا في اليمن خلال شهر يناير الجاري. كانت هذه جولة في الصحافة المحلية، ننتقل إلى الصحافة العربية. العنف والخوف من الاعتقال يرفعان معدل الصدمات النفسية لدى النازحين اليمنيين. للتجسس والتجنيد خلية استخبارات حوثية في الجامعات اليمنية. الميليشيات الانقلابية تنكل بطلاب جامعة الطب بصنعاء. الانقلاب يوقع اليمنيين في براثن الفقر. ميليشيا الحوثي تفخخ طريقا في البيضاء رابط بين الوسط والجنوب. الحوثيون يصعدون هجماتهم الوحشية ضد مناطق سكنية. الإمارات تصنيف الحوثي جماعة إرهابية يعزز حل أزمة اليمن. اليمن تواصل العمليات العسكرية في مأرب وخسائر فادحة للانقلابيين. من عناوين الصحف إلى مقالة الرأي والتحليل، وفيها نستعرض مقالة للمحرر السياسي في موقع صحوانت والذي كان بعنوان العبث بوحدة الصف الوطني. المحرر السياسي في مقاله رد على اتهامات عيدروس الزبيدي في المقابلة التي بثتها قناة الحدث قبل يومين، مؤكدا أن الزبيدي مسكون بقضية الانفصال متحديا إرادة الشعب اليمني وأهداف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإجماع الدولي. المتابع للمقابلة التي أجرتها قناة الحدث مع عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي يجد أن أكثر أمر قام به هو محاولة التهرب والتخلص من الرد على الأسئلة المحرجة التي وجهتها له المذيعة بترديد الأوهام المعشعشة بذهنه. حشرته المذيعة بزاوية ضيقة حين قالت له إن الانتقالي يلعب دورا سلبيا بين الحين والآخر، وهذا ما يؤدي إلى عدم الحفاظ على وحدة الصف المناوئ للحوثي، وذهب لمهاجمة الشرعية ورموزها، واتهم نائب رئيس الجمهورية بأنه يدعم القاعدة وداعش، وأن الإخوان يحاولون إلصاق تهمة الإرهاب بالجنوب وهم شوافع وسنة، في تناقض عجيب ومثير للشفقة والسخرية، ويتفق مع طرح ميليشيا الحوثي، بل ويخرج من مطبخ واحد، ويدل على أنه لا يزال على تواصل من تحت الطاولة مع إيران والضاحية الجنوبية، ولم ينسى الارتباط السابق بينهما. لقد طفحت طائفيته وعنصريته، ويبدو أنها مستمدة من طائفية الحوثي وحزب الله الذي تدرب على يديه. سألته المذيعة لماذا لم تتحول العاصمة المؤقتة عدن التي تديرها قوات الانتقالي إلى نموذج ملهم لبقية المحافظات، فألقى باللوم على الحكومة التي يضع هو ومجلسه الانتقالي العراقيل أمام قيامها بواجباتها الدستورية والقانونية ومنعها من مزاولة عملها، وبذلوا قصارى جهدهم في عرقلة ومنع رئيس الجمهورية من البقاء في العاصمة المؤقتة عدن أو العودة إليها، وشنوا حروبا استهدفت قوات الشرعية وآخرها أحداث أغسطس لعام 2019 التي انقلبوا فيها على الدولة.
ذكرت المذيعة أن هناك تعاون بين الإرهاب الحوثي والقاعدة، وأن الأخيرة لم تهاجم مناطق الحوثي، فرد عليها عدونا هم الإخوان المسلمون، وظل يردد هذه المفردة في المقابلة مرارا أكثر مما ذكر الحوثي والقاعدة. صحيح أن عيدروس لم يذكر الإصلاح، لكنه ردد كثيرا مفردة الإخوان المسلمون وأنهم العدو الأول، إذ يحاول الانتقالي مهاجمة الإصلاح دائما وإلصاق صفة الإخوان به، وكأنه يردد اسطوانة مشروخة وبالية تم تلقينه بها وتوقف تفكيره عندها. لقد اتضح لكل متابع لهذه المقابلة وغيرها أن الزبيدي مسكون بقضية الانفصال، متحديا إرادة الشعب اليمني وأهداف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإجماع الدولي. هل يدرك الزبيدي أن كل الخصومات التي تخدم الحوثي هي هدايا مجانية وتفريط بأمن اليمن والمنطقة، وأن خطر هذه الميليشيا يتعاظم كل يوم وأصبح يهدد اليمن ودول المنطقة والعالم، وأنه لا مجال لممارسة المزيد من العبث وافتعال الحروب الجانبية، وأن اللحظة الراهنة تقتضي استنفار كل الجهود لحسم معركة التحرير والكف عن كل ما عداها، وأن الوقفة المشرفة من أشقائنا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الشقيقتين يستلزم الاستفادة وليس تضيع الفرص؟ صحيفة العرب نشرت مقالة للكاتب فاروق يوسف تحت عنوان حوثيو إيران هم إيرانيو اليمن. الكاتب في مقاله أشار إلى الخدمة التي يقدمها الحوثي للنظام الإيراني على حساب تدمير اليمن وقتل اليمنيين، مؤكدا أن الحرب على العرب هي هدف إيراني ينجزه الحوثيون. لا يحتاج عبد الملك الحوثي إلى استعمال لغة حسن نصر الله للتعبير عن ولائه لإيران وخضوعه لإملاءات الولي الفقيه وانخراطه في تنفيذ تعليمات الحرس الثوري الإيراني. إيران نفسها لا تخفي أنها تقف وراء الحوثي في حربه على الشرعية، وهي تنتظر من المجتمع الدولي أن يلجأ إليها من أجل وضع حد للحرب في اليمن باعتبارها طرفا في تلك الحرب. الحوثي هو جندي إيران مثل ما هو حال نصر الله، تلك حقيقة تستند إلى حقيقة أهم، وهي أن إيران لا تمتلك الوسائل التي تؤهلها لوضع حلول لأزمة لبنان، وهو ما يجعلني على يقين من أن ذلك العجز يشمل اليمن أيضا. إيران تصنع الأزمات، وما فعلته وما تعترف أنها فعلته، غير أن حل تلك الأزمة ليس من اختصاصها، كما أنها ليست مستعدة لتحمل أي مسؤولية عن تلك الأزمات. يمكنها في لحظة يأس أن تترك نصر الله وجيشه وحيدين في مواجهة الشعب اللبناني، وهي الحال نفسها التي يمكن أن يقع فيها الحوثي وأنصاره الذين يزعمون أنهم أنصار الله. ولا أبالغ إذا ما قلت إن الحوثي ونصر الله هما إيرانيان أكثر من إيراني النظام أنفسهم. غالبا ما يقع الأتباع في ذلك الفخ غير الأخلاقي والبعيد كل البعد عن شروط الوجود الإنساني. تحارب إيران من خلال الحوثيين، وهي تعتبرهم سدها المنيع وجبهتها في مواجهة الإمبريالية لكن بصيغتها العربية. لا تجرؤ إيران على إطلاق رصاصة واحدة على الإمبريالية ولا على صانعتها إسرائيل. الحرب على العرب هي هدف إيراني ينجزه الحوثيون، ولكنهم ليسوا أدوات عمياء فحسب، غايتهم تقع في منطقة أبعد من الأداء الخدمي المباشر، ذلك لأنهم يسعون لاكتشاف جبهات حرب إيرانية جديدة من غير أن يثقلوا على إيران على مستوى الموقف الدولي. وإلى الصحافة الجديدة والبداية من الفيسبوك. منشور حمزة المقالح بالفيسبوك أكد أن النظام الجمهوري هو القاعدة التي يجب البناء عليه، لأنه قادر على رسم ملامح للهوية الجامعة لكل اليمنيين. اليمن أمة حضارية، كما يستحيل اختزالها في مذهب، كذلك يستحيل اختزالها في تيار أو حزب أو تحت أي تعريف محدود ومغلق. الأفكار المتماسكة والقوية بذاتها لا تحتاج إلى حراس، لأنها تستمد بقاءها من عدالتها، وكل فكرة ضعيفة هي مشروع عنف قادم مثل الإمامة تماما. فكرة هشة وضعيفة دائما ما تعبر عن نفسها في كل مراحل التاريخ بشكل دورة عنف ودموية بشعة، لأنها عاجزة عن تمثيل اليمن بكل تنوعه واختلافه، رغم محاولة إسنادها من عمق التراث الديني خلال 10 قرون، لكنها ظلت فكرة هشة غير قابلة للبقاء.
وبنفس الوقت إذا أردت أن تقتل فكرة فضع عليها حراسا وحراسة فهم كفيلين بقتلها في مهدها وتحويلها إلى مجرد نزق لن يتجاوز بضع سنوات قبل أن يختفي ويتلاشى. المشاريع والأفكار تستمد قدرتها في البقاء من استيعاب واع لحركة التاريخ وتفاعل الإنسان على هذه الجغرافيا مع متطلبات الحاضر والمستقبل. النظام الجمهوري كان الخلاصة العبقرية لنضالات اليمنيين عبر عشرات العقود، وهي القواعد التي يجب البناء عليها لأنها قادرة على رسم ملامح للهوية الجامعة لكل اليمنيين، وبالتجربة والخطأ يمكننا الوصول إلى صهر كل الهويات الفرعية وبناء مزيج متعدد خلاق وبناء يؤسس لنهضة حضارية، متجاوزين بذلك كل أسباب الضعف والشتات والتيه الحضاري الذي نعبر عنه بالهروب إلى إنتاج أفكار نزقة ومشاريع ماضوية عاجزة عن تمثيل اليمن الحقيقي. منشور علي الشريف في الفيسبوك: اعتبر 26 سبتمبر أعظم منجز سطره اليمنيين في تاريخ اليمن الحديث، داعيا إلى التمسك بهذا المنجز الذي حررهم من الكهنوت. السادس والعشرون من سبتمبر أعظم منجز أنجزه اليمنيون في العصر الحديث، ليس مطلوبا منهم سوى التمسك بهذا المنجز الكبير. ماذا فعل اليمنيون في سبتمبر؟ قدموا قراءة حديثة للإسلام والدولة من أرضية فكرية إصلاحية تجديدية حررتهم من الكهنوت ولم يتجاوزوا الإسلام أو يصادمونه. تلك هي العقبة التي لا يقتحمها كل أحد. إن أي محاولة للتقليل من الإسلام والدعوة إلى تجاوزه هو أمر للأسف يخدم الكهنوت ويقوي خطابه في أوساط العامة، فالدين شأنه عظيم لدى الناس، وعلينا أن ننأى بالمشروع الوطني عن التجاذب العاطفي وتصوير الأمر أننا كيمنيين في صراع مع الدين. منشور نبيل البكيري في الفيسبوك أشار إلى جريمة قطع الإنترنت وفصل اليمن عن العالم الخارجي. الإنترنت هي آخر ما بقى لليمنيين ما يربطهم بهذا العصر وبالعالم من حولهم. ضرب الإنترنت من قبل التحالف أو إيقافه من قبل ميليشيا الحوثي جريمة لا تقل عن أي جريمة أخرى، إخراج شعب بكامله عن العالم الذي كان يمنحه قليلا من الشعور بالوجود، جريمة لا تقل سوى عن إبادة جماعية للناس جميعا. اليمنيون منتشرون في كل أرجاء المعمورة، وربما نصف الشعب اليمني خارج اليمن هو الذي لا يزال يمنح اليمنيين بالداخل بعض العزاء في الصمد والبقاء في وجه كل هذا الظلم الذي صنعته الميليشيات الحوثية التي فتحت كل أبواب الشرور على اليمنيين منذ إسقاط دولتهم وحتى اللحظة. أما فاروق ثابت السعيد فقد حمل الحوثي مسؤولية قطع الإنترنت الذي استمر لساعتين على حالته الطبيعية بعد قصف التحالف، وهو ما يثبت أن الحوثي هو من يقف وراء انقطاع الإنترنت على حد قوله. القصف تم وانتهى، والإنترنت ظل يعمل ساعات متتالية بعد القصف ثم تم فصله لاحقا بدعوى القصف. هذا ما وصلني من مصادر موثوقة، ولا أعتقد أن يكون هذا متناقضا مع ما تعرفونه حول ذلك. والمنطقي أن يتم انقطاع الإنترنت لحظة القصف مباشرة. في كل الأحوال من خلال مجريات وأحداث الحرب الحوثي غير منزه عن اقتراف ذلك بغرض تأليب الناس وعمل رأي دولي، إلا إذا كان الإنترنت يتعبأ بخزانات وظل يعمل تحت التسريب إلى أن خلت الخزانات، فهذا سيكون معقولا. في تويتر عدنان العديني نائب رئيس الدائرة العالمية للتجمع اليمني الإصلاح أرجع تجاهل الحزب في الرد على مقابلة عيدروس الزبيدي التي بثتها قناة العربية الحدث بقوله: معركتنا الوطنية تجعلنا لا نلتفت لتلك القضايا الأقل شأنا. يسألونني عن سبب تجاهلنا ما قاله عيدروس الزبيدي، والجواب: معركتنا الوطنية تجعلنا لا نلتفت لتلك الأقل شأنا، خاصة مع علمنا أن كثيرين اعتادوا على الحضور عبر افتعال الجلبة وليس عبر الفعل الوطني. هناك حكمة مرورية يتعلمها كل من يريد الحصول على رخصة في القيادة تقول: لا تنشغل بغير الطريق.
السفير عز الدين الأصبحي في تغريدة له بتويتر استغرب عدم انقطاع الإنترنت على قيادة الحوثي ووسائل إعلامه المحلية، بينما بقية اليمنيين يعيشون بدون إنترنت. لا تغريدات أو إنترنت في صنعاء إلا ما نقرأ للقيادات الحوثية وحسابات قناة المسيرة التابعة للميليشيا، فهذا لم ينقطع عنهم ومستمر، وانقطع الإنترنت عن الشعب فقط. فكيف هذا القصف الذي قيل عنه؟ لا يصيب إلا الإنترنت الذي يخص الناس ويترك الإنترنت المميز لقادة الميليشيات. كيف؟ تغريدة فكر العرش في تويتر تناولت جرائم الحوثي التي يرتكبها في حق المواطنين، مستغربا في الوقت نفسه من عدم اهتمام البعض بها وتسليط الضوء عليها. يتمادى الحوثي بكل صفاقة، يرتكب أبشع الجرائم بحق اليمنيين، يحرض على العنف ويزج بالأطفال إلى المعارك، يضع المناوئين له دروعا بشرية، يعيق جهود السلام ويقصف المدنيين ليلا نهارا، ينتهك حقوق المرأة ويكدس السجون بالأبرياء، ويضرب بالقرارات الأممية عرض الحائط. كل هذا الفحش هين عند البعض. أما تغريدة فيصل المجيد في تويتر أكدت عدم قدرة الحوثي على التعامل مع الصواريخ التي يطلقها داخل اليمن وخارجه لولا وجود الخبراء الإيرانيون الذين يتولون المهمة بأنفسهم. لن يتمكن الحوثي من تنفيذ هجمات على بعد آلاف الكيلومترات لولا شحنات الأسلحة المتدفقة من الحرس الثوري الإيراني بشكل مستمر منذ العام 2014 عبر الطيران، ثم بعد ذلك عبر السفن وتحديدا ميناء الحديدة وغيره. ربما يستطيعون التعامل مع المسيرات، لكن الصواريخ لا يتم إطلاقها إلا بإشراف الإيرانيين. تقارير الخبراء المقدمة تباعاً لمجلس الأمن طوال السنوات السابقة أكدت بما لا يدع مجالاً للشك حقيقة تهريب إيران للأسلحة المختلفة وعلى رأسها المسيرات والصواريخ للحوثي، بل خبراء الفريق أكدوا تطابقها مع أسلحة القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري. إبراهيم عبد القادر في تغريدة له بتويتر كتب عن تواطؤ الأمم المتحدة مع جماعة الحوثي وانحيازها دائما إلى جانب إيران. الأمم المتحدة ومنظماتها شريكة في الاعتداء على اليمن ومنحازة لإيران وقطعانها الحوثيين، لذا ينبغي التعامل معها على هذا الأساس، ولا مانع من الخطاب الدبلوماسي، لكن الخوف منها وعمل حسبان لمواقفها خطأ استراتيجي. دكوا معاقل الحوثي وأملاكه ومعسكراته وسكناته، ولا تأخذكم به رأفة. تغريدة علو الباشا بن زبق تطرقت إلى تبعية الحوثي لإيران وتأثيراتها على الحل السياسي في اليمن. الميليشيات الحوثية بعملياتها الإرهابية المستمرة في الداخل والخارج وتبعيتهم العمياء لإيران محور الشر أعادوا الأزمة اليمنية إلى نقطة الصفر، وعليهم أن يتحملوا تبعات أفعالهم الكارثية والمسؤولية أمام الشعب اليمني المتضرر الأول من انقلابهم وأعمالهم الكارثية وأمام الإقليم المتضرر والعالم. الدكتورة وسام باسندوة في تغريدة لها بتويتر تحدثت عن حملة اعتقالات تقوم بها ميليشيا الحوثي لضباط في المخابرات، تتهمهم الميليشيات برفع احداثيات للتحالف. الحوثي يقطع الانترنت لحجب المعلومات عن العالم، تفيد مصادر بأن هناك حملة اعتقالات واسعة تقوم بها ميليشيا الحوثي لجنود وضباط تعتقد أنهم أعطوا احداثيات دقيقة للتحالف. دقة عمليات التحالف الأخيرة من قصف مطار صنعاء واغتيال إيرلو وعدد كبير من القيادات الحوثية الإرهابية أصابتهم بالهستيريا. تغريدة رشاد الصوفي في تويتر أكدت أن جرائم الحوثي تثبت أن قرار إلغاء الحوثي من قوائم الإرهاب كان قرارا خاطئا. كلما غض العالم الطرف عن جرائم ميليشيا الحوثي المتكررة، زاد الحوثي في جرائمه وتمادى في اعتداءاته على اليمن والجوار، وأثبت للعالم أجمع أن قرار إلغائه من قائمة الإرهاب كان قرارا خاطئا،
وأن على العالم والإدارة الأمريكية مراجعة نفسها وإدراج الحوثي ضمن قوائم الإرهاب. وإلى هنا نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم غدا في حلقة جديدة. دمتم ودام الوطن بألف خير.